يا جماعة، ازيكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله انتم كويسين. في الفيديو ده داير اعترف لكم اعتراف خطير جدا جدا. The most thing يا جماعة I had it in Delhi، البرد. يعني برد زي البرد. غير ان يا جماعة درجة الحرارة منخفضة جدا، الرطوبة عالية شديد. يعني يا جماعة تحسوا انه المرتبة او ملابسكم كأن في زول يعني جو كشح فيها مويه من شده ما الرطوبه عاليه شديد، ولا الصباح بدري بيكون الضباب مغطي على كل شيء. غير اني يا جماعه درجه حراره منخفضه ورطوبه عاليه وجعل عضاي يا جماعه الواحد حس انه يعني كبر يمكن 50 سنة اكثر من عمره. فيعني الواحد لما يجي يركع كده اسمع أصوات كع كرع كع كرع. فغيت الحمد لله برد لي يا جماعة. صراحة أنا ما كنت متخيلة يوم من الأيام يعني أكره البرد، أو أقول إنه أنا زولة بحب الصيف أو بحب الأجواء حق الصيف، الأجواء الصيفية وكذا. لا يا جماعة، الشتاء يعني ده غير إنه الدبريشن حق الشتاء يا جماعة، والجو بيكون كئيب كده وباهت. يعني لا يا جماعة، أنا ما أعرف الناس اللي بيحبوا الشتاء وما بعرف، وما في زول يا جماعة يجي ناطي يقول لي كده أنت ما شفت البرد عندنا في أمريكا، ولا ما شفت البرد عندنا في كندا. لا يا جماعة، استوب، ما عايزة أشوف. يعني كفاية البرد دي قدرتي أنا، ودي ما قدرتي على تحمل البرد هنا. فما داير لا برد أمريكا ولا برد كندا ولا برد ألاسكا. فبس يعني ما عارفة كتر خير الدفايات، الواحد بيقى 24 ساعة يخلص شغله 5 دقايق يجي يقابل الدفاية. الناس بتتغطى بخمسة بطاطين، والله العظيم ما بكذب، 5 بطاطين نحن بنتغطى بها وإضافة عليها الدفاية. ف يعني برد شديد يا جماعة. والحمد لله طبعا على نعمة الأمن والأمان في دلهي وكل الحاجات التانية دي، لكن يا جماعة البرد صراحة أنا يعني خلاص والله العظيم آمنت بالبرد حق دلهي والرطوبة العالية الفوقة دي. فما عارفة، في التعليقات تحت اكتبوا لي إذا أنتوا كنتوا شخصيات بتحب الشتاء أو شخصيات بتحب الصيف وليه، وممكن تعيش في درجة حرارة يعني أكتر حاجة كم أو أقل حاجة كم. وبس، باي.